أهلا ومرحبا بكم في الحصاد، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. البداية ستكون بالعناوين: انطلاق اختبارات امتحانات البكالوريا اليوم الثلاثاء في جميع المؤسسات التعليمية الثانوية بالمغرب. أسر ضحايا فجعة الشرات لا زالوا ينتظرون العثور على جثة أبنائهم الستة. اختلالات وأزمة وإضراب واحتجاجات بميناء الدار البيضاء. رشيد البوصيري المستشار الأول لرئيس الرجاء بودريقة ينفي عراكه مع هذا الأخير. البداية ستكون من امتحانات البكالوريا التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة. كاميرا قناة شوف تيفي عاشت الأجواء أمام بعض هذه الثانويات ورصدت مجموعة من الأحداث قبل بداية الامتحان وبعد دقائق من انطلاقه. لنشاهد الروبورتاج. منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وقبل الموعد بساعات قليلة، امتلأت جنبات ثانويات المملكة بطلبة السنة الثانية من البكالوريا لاجتياز الامتحان الوطني. ابتسامات الطلبة تخفي وراءها مشاعر الخوف، الخوف مما ينتظرهم خلف جدران الثانوية وما تخبئ لهم ورقة الاختبار. أنا الشعبة ديالي آداب وعندي العربية دابا، الحمد لله وجدنا لها العام كامل مع من طرف الأساسيد، والحمد لله نتمنوا يكون الخير ان شاء الله والتوفيق على الله. بخير الحمد لله، وجدنا والكمال على الله، احنا درنا اللي علينا والكمال على الله ان شاء الله. احنا شعبه الادبي اليوم عندنا غندوزو الصباح العربيه وفي العشيه الانجلي، و جينا نجرب واحد النجاح هنا. قد يصاحب الطلبة في يوم الامتحانات قليل من الارتباك والخوف، لكن أولياء أمورهم هم من يتملكهم الخوف والارتباك الحقيقي، إذ أن كل الثانويات كان ينتظر خلف جدرانها عائلة الطلبة تحت ضغط الخوف والتوتر. اليوم عندي البنت ديالي غدوز الباك، مادة ديال الفيزيك، سنطلب من عند الله يوفق لهم جميع الطلبة. في هذا اليوم 9 جون أبناءنا إن شاء الله توجهوا لقاعات الامتحان، نسأل الله لهم التوفيق وإن شاء الله يكون هذا العام الباك إن شاء الله مسهل وميسر لهم. أنا بنتي سعودية تدرس في المغرب الباك. وفي الحقيقة كنوجه لجميع الآباء والأمهات خصوصا المغرب وخارج المغرب تحية، لأنهم كيضحيوا مع أولادهم كيحيدوا مساكن من الحمام باش يقريوهم يزيدوهم السوايع باش يكونوا في هذا النهار في المستوى. كنتمنى حتى الوزارة التربية والتعليم يتساعدوا معاهم من ناحية التصحيح ديال النقاط ومن ناحية الكتابة ديالهم. أقل من ساعتين مرت على الامتحان الأول من سلسلة امتحانات البكالوريا، التلاميذ يخرجون رويدا رويدا، هناك من توحي ابتسامته بأنه أبلى حسنا، فيما تقاسيم الآخرين تفسر أن الوضع حرج. وبخصوص آليات المراقبة التي ظلت الوزارة الوصية تخطب بجاهزيتها، يؤكد بعض الطلبة أن لا آلات تذكر، فيما أفاد آخرون أن آلة كانت تحملها لجنة المراقبة من قسم لآخر ومن ثانوية لأخرى، ما يترك الفرصة للعديد من استعمال هاتفه النقال بكل حرية. كانوا كيقولوا لنا لاباراي ما كاين لا لاباراي لا والو، كذبوا عنا وما خلانا وما وجدوش. كاين لاباراي ما كاينه تفتير انا عادي يديروها هنايا. ما عرفناش واش كاينه ولا ما كاينش، المهم كيقولوا كاينه ما عرفناش واش كاينه. في الكلاس اللي دوزنا فيه ما شفنا ما كاينش اثر ديال ديك لاباراي. لا خراس الورقه الحمد لله. لا درت هذاك الشيء اللي عليا والحمد لله صافي، هذاك الشيء اللي بغى ربي. مزيان الاسئله كانوا مزيان شويه الحمد لله. امتحان دا سموش انا هو الجامع، لا ما كاين لا صداع لا. المهم اللي باغي يقرا راه غينجح، اللي ما باغيش يقرا راه ما غيدير والو. اخويا جيب كالكولاتريس بحال الناس، انا باغي نخرج وندير كما كيديروا الناس، وكل شيء كيخرج ما بان لي والو صافي نتخرج بحال هاد. اصعيب داك الشيء صعيب بزاف اخويا. الله ياخذ فيهم الحق بزاف. الامتحانات لتوها ابتدأت، ما يترك الفرصة لمن كان آداؤه محتجما اليوم أن يشحذ طموحه ويضاعف الجهود عوض أن يفقد الأمل ويلقي اللوم على الوزارة والثانوية والمدير، وليرسم ابتسامة ولو بسيطة على الأمهات والآباء الذين بذلوا الغالي والنفيس لتصل فلذات أكبادهم لهذه اللحظة.
وفي خبر آخر، لا زالت أسر الضحايا المكلومة على فقدان فلذات أكبادها مرابطة بشاطئ السخيرات عند مصب وادي الشراب، منتظرة أن يقوم رجال الوقاية المدنية من انتشال جثة الستة الذين لم يتم العثور عليهم إلى حدود اللحظة، حيث لا زالت عمليات البحث مستمرة في أمل العثور عليهم ودفنهم تحت التراب. لنشاهد كيف تعيش هذه الأسر المكلومة لحظات الانتظار. ننتقل إلى مدينة الدار البيضاء، حيث شهد اليوم ميناء العاصمة الاقتصادية فوضى كبيرة بعد أن اتخذ مجموعة من تجار السمك بالجملة في سوق السمك بالميناء خطوات تصعيدية احتجاجا على مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالميناء. لنشاهد ندير الحوايج من ضمن المشاكل اللي عندنا بحال هادو، والتواطؤ بتواطؤ باش نهضروا تواطؤ مع الاداره، اللي غيقول لك الاداره ما عارفه والو، حنا ايه الحجه؟ شنو هي الحجه؟ الحجه يخدموا لنا الكاميرات، الحجه ما كاينش السيكوريتي، ما كاين صحاب السيكوريتي تما، ما عارفينش شنو كيوقع تما، ما عارفينش الصناديق اللي كيخرجوا اللي كيبقاو، حتى حاجه ما عارفين هاد الناس هادو. اذا كيتسمى تواطؤ مادام هما ساكتين على هاد الشيء وما ساكنش ليه الخبر، اذا ماشي اداره هادي. هذا تعني كاين واحد التواطؤ وناس لوبيات اللي هما تيديروا هاد الثمن باش يكون هكا، ما يمكنش يكون هادشي هكا. حنا بعدا مشينا شحال من عام تنقولوا باللي نهار تتكون موفي طون، تيكون الحوت قليل، متفقين تيكون الثمن، ما ملي تيكون الحوت على العموم كاين في المارشي الفوقاني عابر وهاد المارشي كاين، معناتها ان الحوت خصو يكون طايح في الثمن. ومن غير هادشي حنا داروا 12 الليل هاد المارشي، انا كنقول للناس المواطن خصو يعرف راه مارشي وهمي ماشي مارشي حقيقي، هاد مارشي تيتحكم في المغرب كامل. سامبي هاد الناس اللي لاما سيبي معانا ديال لومباراج تيشري الناس سامبي 120 درهم، وحنا تنخسرو تنقول 3 شهور هادي باش الحوت هادي ما عمرو كان في التاريخ. هاد العوام الخدمة من التواطؤ تنقولو راه الناس خصهم يعرفو اش كاين. حنا غادي المسائل ديالنا تنوصلوها للمواطن والمواطن يدير عليه. وكاينة حاجة كاين في التاب 24 في بلالة، كاين واحد الكلمة ما كاينش عواد اللي ما غاديش يعرفها ولا تسولو فين ماشي تقولو في الدار تتقول تيقولوا لي كاين كاين، اشنو معناتها الناس اللي كاين كاين هي الحوت كانز. هذا المعطى الأخير اللي النقطة اللي فاتت الكأس كانت واحد الاجتماعات ماراطونية مع السيد المدير، كنا تنشكيو ليه على جميع الأوضاع اللي كاينة والمشاكل اللي كاينة في داخل الميناء، ولهذا اقترحنا عليه مقترحات اللي هي قانونية ما خرجناش على القانون. هاد الناس ينظرون إلى مصلحتهم الخاصة بتواطؤ مع جهات ذات مصلحة خاصة بهم. هاد الناس كان 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 في كان في ميناء الدار البيضاء، كان عندنا الترانزيت وكانت عندنا سوارة، كانت عندنا الترانزيت ديال الصحراء والترانزيت ديال السوارة، تطيحوا الثمن ديال الحوت. هاد الناس لعبوا على هاد المسألة باش حيدوها من ميناء الدار البيضاء باش تخدم المصلحة ديالهم هما الخاصة، ماشي مصلحة المواطن، ماشي المصلحة العامة. كاين واحد اللوبيات ولاو عندنا هنا في المرسى ما خلاوش البيع والشراية فين يشريو الحوت، والأكثرية ديال التجار حنايا دابا عندنا التجار ديال لي مارييور اللي كيبيعوا ويشريوا في المهنة ديالهم شحال هادي تقصر بصفة نهائية، ولات واحد النسبة ديال 10% ديال تجار السمك، ولات واحد المجموعة ديال الدخلاء على هاد الحنطة هادي، الدخلاء على اللي خلاو جراو على عباد الله كاملين ولاو هما مستحوذين على هاد السوق هذا. هاد الناس هادو درنا معاهم جميع الحلول ودرنا مع السلطات المعنية جميع الحلول مناقشات، يعني فين ما كنديروا نقاش باش غادي تنقص من هاد الظاهرة ديال التهريب، ولات كديرها لهم اجتماع على غد اللي كيخرج 60-70% كتولي كتخرج. وصلوا لواحد المستوى اللي ما بقاش يقدوا باش يزيدوا، لان خلصوا، فلهذا اليوم امتنعوا فكروا وقالوا بان نمتنعوا على الشراء ديال الاسماك لان المردوديه ما كاينش، حتى توفر جميع الشروط على حسب القوانين المسطره من طرف الوزاره فيما يخص
تسويق الاسماك، وهو ان المندوبيه خصها تقوم بالواجب ديالها، المكتب الوطني للنقل خصو يقوم بالواجب ديالو، السلطات خصها تقوم بالواجب ديالها، ولما توفر هذه الشروط كلها فهمتي تنظن بان الاخوان مستعدين باش يزاولوا مره اخرى العمل ديالهم والنشاط ديالهم. الغلا جاي من عند اصحاب المراكب، الحوت كاين والغلا كاين، حنا كنعرفوا ملي كيكون الحوت غالي كنلقاو عند واحد في شي مارشي اللي هو معروف مارشي سونطان مارشي المعارف، هادشي اللي كنعرفوا، ولكن ملي كنوليو نلقاوه في كروسه في الزنقه وكنلقاوه بالاثمنه هادو هادشي لا يعقل. وفي الخبر الرياضي، نفى رشيد البوصيري المستشار الاول والذراع الايمن لرئيس الرجاء البيضاوي محمد بودريقه الاخبار التي تم تداولها صباح يوم الثلاثاء والتي تفيد بانه دخل مع بودريقه في ملاثنات كلاميه تطورت الى اشتباكات بالايدي. لنستمع الى البوصيري. اش اخويا الريحه ديالو ما كاينش ما كايناش. شوف تي في بوينت شي تيفاجئوني به الصباح الناس هاد الصباح بيان سير ماشي تنسيه يعني ما تنحلمش به حتى في المنام شابك بالايدي مع ولدي العلاقه طيبه 10 على 10 امبيكابل وما كاينش اللي خزر يدخل وسط منها هادو الهدف ديالهم هو باش يريبوا العلاقه باش يريبوا الرجاء وهذا الشيء كبير عليهم وانا عارفهم بالواحد بالواحد شكون اللي كيدير هذا الشيء وملي غيجي الوقت غادي نعطيهم للجمهور بواحد بواحد بسميات غادي نقول لهم الله يهديهم وصافي اش غادي نقول لهم الله يهديهم الله يهديهم وهذا شهر زعما الانسان ما خصوش يكذب الشهر اللي فيه الانسان يتقى الله على الاقل عاطين الله 11 شهر ديال 10 شهور ديال الكذوب وديال النفاق يحترموا شويه هاد الشهور هادو المقدسه ان شاء الله اليوم غادي تشوفوا بوسيري وبودريقه تشوفوا مع دي جوار اللي غيسينيو اللي غيوقعوا. نكتفي بهذا القدر وهذا تذكير بابرز العناوين. انطلاق اختبارات امتحانات البكالوريا اليوم الثلاثاء في جميع المؤسسات التعليمية الثانوية بالمغرب. أسر ضحايا فجعة الشرات لا زالوا ينتظرون العثور على جثة أبنائهم الستة. اختلالات وأزمة وإضراب واحتجاجات بميناء الدار البيضاء. رشيد البوصيري المستشار الأول لرئيس الرجاء بودريقة ينفي عراكه مع هذا الأخير. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحصاد، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتوا تشوفوا شاشه شوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوطون وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.